يعطيك العافية. ثلاث نقاط مهمة. عبد الله يتحدث في حديثه الأخير أنه النقص ولد القوة اليوم، هل بالفعل هذا الكلام صحيح كابتن وكان الهلال حاضر؟ على قولك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسي. الحمد لله يعني سيطروا على المباراة بعشر لعيبة، بالعكس يعني أعطانا دافع يعني أقوى من أول، بالعكس يعني كنا منظمين وكنا يعني مع بعض نطلع ونرجع مع بعض، حسينا يعني كل واحد حاس بالمسؤولية أكثر من أول، يعني كل واحد يغطي مكان خويه وخويه يغطي مكان، يعني كل واحد يعني حاس بالمسؤولية قد ما يعني كنا نبغى المباراة والثلاث نقاط. سالم، كمهام لك داخل وسط الملعب بعد خروج ادواردو، شاهدنا سالم يعني وبعطيك النسبة اللي كانت حاضرة لك كلاعب اليوم، 33 تمريرة في منطقة الخصم كأعلى نسبة لك كلاعب في المواجهة، واضح انه المهام تغيرت لك كابتن؟ اكيد صراحة يعني لان يعني ادواردو طلع صانع لعب ما في يعني صنع، فيعني صرت ادخل انا اكثر عشان يعني نلعب مع بعض، وبالعكس يعني قلت لك يعني ايام طرد ادواردو الله يعطيه العافية يعني دافع معنوي لنا، وبالعكس صرنا اقوى من اول. يعني دخولك للعمق بشكل اكثر هو من جعلك تسدد هذه التسديده تحديدا في الهدف الثاني؟ اكيد يعني دخولي في العمق اكيد انه يعني مواجه الباب، وبالعكس يعني كنا نتكلم بين الشوطين مع بعض اني راح ادخل اكثر من اول يعني من الاطراف. متى اتخذت قرار التسديد كابتن؟ اكيد يعني لما شفت الباب يعني اكيد يعني الزاويه اللي مفتوحه، وبالعكس لا تنسى انه بعد اليسار ترى. شكرا. شكرا.